ما أنا بشوفكم بالميدان أنتوا عم ترفعوا معنويتي. My faith in God reinforces my optimism and my belief in the strength and resilience of humanity. There is always a better and much more united version of us around every corner. لازم احنا نشتغل بروح الفريق اذا بدنا نميز الاردن عن باقي الدول. الهدف تبعنا انه نخفف على اهلنا ونحارب الفقر والبطاله بنفس السرعه. فرض حظر التجوال الشامل على المملكة لأول مرة. صحة وسلامة كل المواطنين أولوية بالنسبة لي. ومنذ اللحظة الأولى وجهت الحكومة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية للتعامل مع هذا الخطر على درجات الجاهزية. ما عندنا نشامة زيكم، أنا متأكد 100% راح تطلع من الأزمة. فالتركيز رجاء لكل مواطن، بدنا الكمامة الخط الأول بالنسبة لمحاربة الكورونا. كل عام وأنتم ألف خير. بكرة هو أول أيام شهر رمضان الفضيل، فأهلا بالشهر الخير والبركة. عامكم بخير، انا حبيت اعيد عليكم واطمن عليكم واشكركم كلكم على كل اللي عم تعملوا لحمايه المواطن الاردني. في هذه الايام المباركه من عيد الفطر السعيد تحل علينا ذكرى استقلال مملكتنا الحبيبة، ونحن نعيش ظرفا استثنائيا استدعى أن نغير شكل احتفالنا المعتاد. فالاستقلال هو أنتم. وبيوت الأردنيين اليوم زينة بالفرح، فوق كل بيت وكل مبنى علم أردني ليضل علمنا عاد. حاضرون بروح الأردني الواثق بالله ووطنه وقضاته. الله يحفظك ويرعاك وتضل أب لإلنا وقائد للمملكة الأردنية الهاشمية. قائد للمملكة الأردنية الهاشمية. لنجعل هذه الأزمة واحدة من المحطات الكبرى التي تجاوزناها وحولنا أخطارها إلى عناصر قوة ومنع. سلام على الأردني وشعبه العظيم.
الذين حققوا أعظم الإنجازات بأقل الموارد وكتبوا قصة نجاح اسمه الأردن. كل هذا سيتحقق. شدد وبتزول إن شاء الله.